لهالدرجة؟ أنت اللي مجوعتي وصاير فجعان مثل الهارون. سامعة؟ كل الحق عليكي. قلت لك لا تقفلي البراد بوشي، صرت على نصي ما كنت تسمعي. لك إذا قفلت البراد موشي بس مو تقفل باب صقاق الخانون. صحيح، قبل ما أنسى، شو بتحبوا تاخذوا أبيراتيف؟ قال قبل ما أنسى، ليش ناوية تنسي؟ هيك شغلة بتنتسى يا مدام نسرين. لا تردي عليهم نسرين، جيبي اللي بدك اياه. إلا كان رح جيب عصير. حدا بيحب ياخد كولا؟ انت جيبي كل شيء عندك ونحن مننقي. بدها سؤال. يا أهلا وسهلا بهالوجوه الحلوة. إيه ها؟ نوريت. صدقني يا بسام، ما بصدق إمتى يمضى الشهر حتى نجتمع مع بعضنا، لننسى همومنا شوي. بتعرف على شو اتفقنا قبل ما نجي؟ على شو؟ على إنه نعمل السهرة كل 15 يوم. اقتراح بمحله. ليش مين رح يعارض؟ بصراحة خفنا تعارض أنت. أنا؟ وليش رح تعارض بقى؟ يعني بحجة أنك فنان ووقتك ما بيسمح لك وارتباطاتك آسرتك، يعني من هال ومن هالعلق المصدي. لا مو هذا القصد، بس فعلا لازم نقصر المدة ونقربها. وانا جيت للدغري، أنا بحب تكون السهرة أسبوعية مثل الويك إند تبع الأجانب. غريبة الكبدة، شغل المدام؟ لا، نحن ما بنحب أكل المطاعم والنوم. نسرين كثير اكلها طيب. ايه مو لانها مرتي، بس فعلا اكلها طيب، نفسها على الاكل طيب. يسلموا ايديكي. دور مين بالسهره الجايه؟ دورنا انا ونورا. ايوه لا تنسوا، هي عم وصيكم من هلا. هلا شو قصه النسيان اليوم؟ بسام بيقول خفت تنسوا ما تجوا على السهره، ونسرين قالت قبل ما انسى شو بتحبوا تشربوا، وهي انت عم توصينا بموعد السهره الجاي لحتى ما ننسى. شو عجزنا ولا خرفنا؟ شو يعني انت ما بتنسى؟ لا لا ابدا، انا لا يمكن تخوني ذاكرتي على الاطلاق، وبتحداكم. طيب انت قلت لها لمرتك شو قالت لك الصبيه الحلوه بالمطار لما كنا مع بعضنا اول امبارح؟ لا نسيت. انا صبيه؟ لك لا لا، شو صبيه ما صبيه؟ الزلمه عم يمزح وما صدقتي؟ ليش انا شو اخذني على المطار اول امبارح؟ عم تروح على المطارات من وراي استاذ توفيق ما؟ عليت والله يا عمي عليت. بتعرفوا انه النسيان ظاهره صحيه؟ يعني الانسان لو بده يتذكر كل شيء بحياته كانت انقلبت حياته لدراما حقيقيه. حتى وردة بتغني يا نعمة النسيان. مو يا نعمة النسيان، يا لعبة الأيام وأنت السادقة. أنا من جهتي بنسى كتير. هلأ قبل ما أجي لعندكم درت ساعة على بنطلوني وقميصي وفولاري وإسوارتي وساعتي. ورجعت من على الدرج قال شو نسيت تلبس كندرتها. هلأ أنا هيك دخيلك شو شايفني شحادة حتى أطلع حافية ولا مفتكرني مثلك؟ ليش شو نسي؟ راح على شغله لابس فردة صباط بني وفردة سودا. لا حبيبي، هي مو نزوة، هي بدها صفنة. شو يعني؟ أنا مجنون؟ لا لا سلامتك، بس شو هالنزوة القاتولية؟ شو بدي ساوي؟ صباطي كان ورا باب الصاق، ومعلومكم ورا باب الصاق عتمة، ولون الصباط البني تبعي غامق كتير، فخربطت بينه وبين اللون الأسود. حاجتك تبريرات أستاذ، يعني منيح اللي ما شحطوك على العصفورية. هلا بشرفكم لا تروحوا لبعيد. مرة ضليت أكثر من ساعة وأنا دور على نظاراتي الشمسية، لا وكان عندي موعد وكنت مستعجلة كثير، وطلع خلقي وخانقت وعيطت على الأولاد وعلى مي شاف لي نظاراتي وقوموا دوروا لي عليهم والله لكسركم وي، واحذروا شو كانت القفلة. وشو القفلة؟ القفلة يا ستي إنه ما عندها نظارات. لا يو، شو ما عندي نظارات، أنت الثاني عندي. بس اسمعوا شو كانت القفلة. لقيت لكم حالي رافعة نظاراتي الشمسية على راسي. ليش انتي بتحطي نظاراتك الشمسية وانتي بالبيت؟ لا انت التاني مشان المطار، هي مفكرة نظاراتها الشمسية شمسية. عفوا استاذ بسام، بدي اسألك سؤال بس اذا ما فيها احراج. ها شوف مرتي شو مقدرة، لك احكي بالمشرمح شو بكي. يعني ما صدفت معك شي مرة بكونك فنان انك نسيت دورك؟ بلا كثير. على المسرح؟ على المسرح وبالتلفزيون. مرة على المسرح كان عندي دور بمسرحية تاريخية، وبدل ما أقول الحقيقة يا معالي الوزير نسيت شو مرتبته أو شو وظيفته، هيك صار معي فجوة ذاكرة، أظلمت ذاكرتي فجأة. قمت قلت له الحقيقة يا بطيخ مبسمير. العمى فظيعة والله، لكم ما حبسوك؟ مين بده يحبسني؟ السلطان عبد الحميد عم قلك المسرحية تاريخية. بس أكثر شغلة بتتعلق بالنسيان صارت معي هي كالتالي. عندكم استعداد تسمعوا؟ طبعاً، وما عندنا استعداد نحكي كمان. يا سيدي، مرة من المرات وبإحدى سفراتي للأمارات التقيت بأحد الشباب السوريين
وطار عقله لما شافني وعمل لي عزيمة عشاء ببيته ودعا على شرفي طجقة من الشباب السوريين العزابيين يلي عم يشتغلوا بأبو ظبي. يا ميت أهلين وسهلين. يا أهلين وسهلين. شرفتني يا أستاذ. أنا ماني مصدق عيوني، معقول الأستاذ بسام حمدي يزورني بالبيت ويتعشى عندي؟ ما عم بقدر صدق يا جماعة. يا سيدي تشكر، الله يخلي لي إياك، هذا من أصلك الطيب. صراحة أستاذ يعني نحن ما بيعجبنا بالتلفزيون غير مسلسلاتك، وخصوصي مسلسل زوايا، والله حلو. الله يسلمك ويخليك، يا سيدي وإن شاء الله دائما هيك بنكون عند حسن الظن يعني. بتصدق يا أستاذ لما قلت للشباب إنه الأستاذ بسام حمدي جاي لعندي فكروني عم بمزاح. يا سيدي الله يكثر المحبين، وأنا فعلا يا شباب سعيد بهالسهرة الحلوة. أستاذ بسام شو نشاطاتك الجديدة غير مسلسل زوايا؟ في عندي مسلسل جديد بعنوان غربل يا غربال. ورح ينعرض عنا بالإمارات ولا بس بالشام؟ إيه بالإمارات وبكل البلاد العربية بإذن الله. أستاذ بسام رح أقول لك كلمة بس لا تزعل مني. قول كبة أستاذ قول. هاي كبة سورية. في واحد هون فاتح محل بيعمل كبة وكنافة من بيت جبري. لما عرف إنه جاي لحتى تاكل من هالكبة اتوصى فيها. ولا يهمك حبيبي ولا يهمك، عم باكل. إيه صحة وهنا. المهم أستاذ شو كنت عم أقول؟ إيه بتعرف أستاذ أنا واحد من الناس يلي كنت مفتكرك إنه أنت واحد متعجرف ونفسك حامضة ووجهك عظم. وهلأ شلون شفت؟ يقبرني اللي خلقك، قسماً بالله بتنشرب مع المي العكري. أستاذ أنت كتير متواضع، ليش هيك؟ يعني لازم أتكبر؟ كلياتنا أولاد آدم حوش والحكي، وإذا كنت فنان يعني فني ورا الكاميرا، أما بالشارع أنا إنسان عادي تماماً. لك سامعين على هالحكي يا شباب؟ لك أخ، أخ لو أمي لساتها هون كانت فرحت فيكم هيار. بس للأسف مبارح سفرت على الشام. الله يخلي لك ياها يا أخ مطيع. أستاذ احكي لنا آخر نكتة. والله ما بعرف نكات، يعني ما جرت عادي أحكي نكات. أستاذ طب ممكن هيك تحكي لنا شي حادثة ظريفة صارت معك؟ هو يعني لا يخلو الأمر، في حوادث ظريفة بس والله مالي متذكر، مالي متذكر بصراحة. إلا ما تكون متذكر لك شي قصة شي سيرة صارت معك هيك أثناء التصوير. على عيني على عيني على عيني وراسي، بس يعني بس أتذكر بقلكم. تسمح لنا نتصور معك أستاذ؟ كل بنية أستاذ، هي من محل أبو الشامات، هذا واحد شامي عتيق فاتح هون بأبو ظبي، والله وكيلك كل المشايخ والأمراء ما بياكلوا غير من مطعمه. حاضر. فعلا طيبين هالكبات. سليم صورنا مع الأستاذ بسام. يلا. ايه والله فكرة. ايه والله. تعال شوي أستاذ تعال. لا تكون متضايق منا أستاذ بسام. ها لا ولو، معقول الواحد يتضايق من أهل بلده؟ لا خاصة أنكم لطفة كتير. أستاذ بسام قال صوتك حلو، غنينا فطوم فطوم فطومي. ايه للاستاذ وريد لحام مو لي. بس مقطع صغير استاذ. مالي شاطر بغني، صدقوني صوتي بشحط. استاذ الله يخليك، بس راس الغنيه الله يخليك. ما والله ما. طيب. فطوم فطوم فطومي خبيني ببيت الموني، بكرة لما بيجي الباب مالي غير كانوني، شو حبيتي بقص انصيص هالبرازان، راسه من دك البستان مو عرفان ليش هيك عم تعملي بالحارة. والله يا سلام يا سلام يا أستاذ، مثل الزبدية الصيني. اي والله سبحان العاطي يا شباب. كل حنتيتي استاذ كل حنتيتي. شو هاي؟ اكلت حلو اطيب من ام علي. منو هاي؟ ام علي اكلت حلو مصريه مثل الجريش بالعسل. شو هاد؟ الجريش بالعسل بس المطازيز اطيب. هيك اسمها؟ اي نعم، ونحن هون عايشين بهالبلد على المطازيز والمفخوته. عفوا شو عم تحكي انت؟ انت عم تحكي عن اكلي؟ عن طبخ يعني ولا عن شيء تاني؟ ولو أستاذ هدول أكلات شامية، الفاختية والمفخوتة. من وين حضرتك بالشام؟ من الشاغور. والسبع تنعام والله، وأنا من الأنوار. أنعم وأكرم والله. بس بشان الله يا أستاذ لا تأخذني،
سفرتي فقيرة وما بعرف يعني حاسس بحالي ماني قايم بواجبك يعني. لا ولو شو عم تحكي انت يا طيب، يعني شو بدي احسن من هيك انا؟ طيب زود استاذ زود. ما بقدر الله يخليلي. الله زود والله ما بقدر ما بقدر. هالجاجي هالجاجي شو جاجي يا حبيبي؟ الله يخليلي اياك. عم يعزمني على الجاجي والله كانه عم يعزمني على الزيتونه. جاجي بحالها هي مو زيتونه. استاذ ما في شيء من واجبك. ما قلت لنا نكتي يا استاذ، قلت لنا ذكروني بعد شوي. صدقني مو خاطر على بالي حبيبي انت. طيب هيك شيء موقف طريف ظريف ما في مشكله. موقف طريف حاضر. كنت مره عم بعرض مسرحيه العسل الحامض بمسرح نقابات العمال بالشام معروف. اتاخرت عن موعد فتح ستار، سيارتي بنشرت فاضطريت وقف تاكسي من الطريق. ما عرفني الشوفير وما رضي يركبني. سألته ليش؟ قال لي معي كرت دعوة لمسرحية بسام حمدي العسل الحامض وأنا بحبه ومو مستعد روح المسرحية من إيدي مشان وصلك. بصراحة أنا انبسطت منه كتير، بينبسط الواحد. قلت له بعطيك 3 أضعاف الإجرة بس أنت وصلني الله يرضى عليك. قال لي تكرم عينك أستاذ اطلع بلا بسام حمدي بلا بطيخ. حلوة بس العمى شو قليل نظر، ما بكفي شرف انه شافك شخصي؟ عم بيقول لك ما عرفه. فظاعة شو اعمى قلب. كل فواكي استاذ كول. لا 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 دخيلك ما بقدر ما بقدر والله ما بقدر ما بفيني يعني. طيب سليم صورة تانية مع الاستاذ الله يخليك. يلا ايه. المهم كانت دعوة لطيفة من الشباب والشباب ما قصروا. بس تغلظوا عليك على الهواء ما سمعت. لا مو غلاظة، هذا كل هالشي من محبتهم. هلا من محبتهم ولا من ضجرهم من الغربة؟ لك ما بتفرق، مو هذا القصد. خلوه يحكي لنعرف شو القفلة. تفضل استاذ بسام. مرة كنت عم اشتري لعبة لابني من محل على الطريق. استاذ بسام اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو اخبارك؟ الحمد لله نشكر الله. لك شو ما عرفتني؟ لا والله عدم مؤاخذه. شو هالحكي؟ انا مطيع مطيع. عفوا مين مطيع؟ لا يا استاذ اتذكر شوي. عفوا ما عم بتذكر، يعني شايفين بعضنا قبل هالمره؟ لا يا استاذ شو شايفين بعضنا؟ سهرانين سوا واكلين سوا وشربانين سوا. ايه شو بدنا استاذ؟ العفو منك ما عم بتذكر والله. انا مطيع مطيع يلي عمل لك حفله عشاء طنانه رنانه بابو ظبي. ولو هذا انت يا اهلين وسهلين اخ مطيع، دخيلك لا تاخذني، يعني الواحد ما بيعرف شلون بينسى هيك احيانا. ايه ها قلت لحالي مو معقوله تنساني بهالسرعه. حقك علي، بس الواحد احيانا بسيطه استاذ، المهم تكون بصحه جيده وكل شيء بهون. لا ومجتمعين سوا مع الشباب و كيف الشباب دخلك؟ كلهم مناح وراح يجنوا من فرحهم لما بدي اقول لهم انه شفتك ببلودان. يلا بالاذن. ما بصير هيك، لازم ادعيك انا هالمره. لا لا ان شاء الله بغير وقت، انت مشاغلك كثير. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. اهلا مع السلامه حبيبي. الله يخليك. الله معك يا. مع السلامه. انه شلون تنسى بسرعة يا استاذ؟ لك احمدي الله انه ما عم ينسانا، حاكم الفنانين الهم دواوين لا بتنزل لا بأبان ولا بميزان. ايه لسه ما خلصت القصة، استنوا عليه شوي. تفضل يا سيدي. وبعد فترة يمكن بعد هالحادثة بسبعة ثمان اشهر كنت بالسوق عم بشتري خضرة. مرحبا استاذ بسام. اهلين يا اخي يا ميفك. كيف الصحة استاذ؟ والله الحمد لله بخير. اشتقنا لك كثير كثير. تشتاق لك العافية. اهلين وسهلين. الشباب بيسلموا عليك كثير استاذ. ها
أنو شباب؟ شو بالظاهر ما عرفتني أستاذ؟ حدا من المؤاخذة، لا والله ما عرفتك. إيه شو عم تمزح معي أستاذ؟ لا والله ما عم بمزح، ما عرفتك. مجتمعين قبل هالمرة شي؟ ولو، إيه مجتمعين وبس. إيه في بيناتنا خبز وملح. وين مجتمعين يعني؟ عندي بالبيت. أنا رحت لعندك على البيت؟ ولو أستاذ. والله معلش هي العتب على الذاكرة، يا ريت تذكرني. يا أستاذ أنا مطيع، مطيع شيخ الشباب. مطيع؟ والله ما عم بذكر. أستاذ أنا اللي عزمتك على العشاء بأبو ظبي. يا لطيف على هالنسوة، لك أهلين، لك أهلين أخ مطيع، أهلين يا ميت مرحبا. أهلين أستاذ بسام. شلون هيك بتنساني؟ ايه سهرانين ومتعشاين سوا. معك حق، الحق علي، انا مثل القطاط باكل وبنكر. لا استاذ ولو بحشوب. شلون احوالكم؟ شلون اخباركم؟ شلون ابو ظبي؟ شوب كثير يا استاذ، شوب. ايه شوب لك المعلوم. قل لي استاذ، في عندكم شي برامج جديده هلا؟ ايه والله عندنا برامج جديده، يعني عم نحضرها، بتعرض برمضان الجاي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بتقبرنا شي استاذ؟ لا سلامتك حبيبي. سلام عليك حبيب قلبي. زورونا بابو ظبي ها على العشاء. الله معك، مع السلامه يا حبيبي. الحق بايدكم تنسوا انتم الفنانين. ايه معلوم، يعني شو بده يتذكر الفنان لحتى يتذكر؟ لا ومعلومكم اني انا بشوف كذا شخص باليوم. وبتنعزموا كثير مو هيك؟ صحيح، وخاصة لما بنكون مسافرين برات البلد، وإذا ما لبيت الدعوة بظنوا قيمة كبرى. أنا؟ لشو دخلني؟ يعني معنى الكلام، بتصدقي اني مرة وحتى ما أزعل الناس اضطريت اني أحضر ثلاث أغذية وعشاين؟ لك نيالك يا عمي، والله لو صحت لجدي ما مات. مثل ما عم اقول لك، يعني بكل بيت اقعد نص ساعه زمان واكل لقمه صغيره وبريم على البيت الثاني. اخي الفنان مثل الطبيب، يعني الطبيب ما بيقدر يتذكر كل زباينه. واستاذ المدرسه كمان، يعني شيء طبيعي انه الطلاب يتذكروا اساتذتهم، بس مو معقول ابدا انه الاستاذ يتذكر شيء 600 700 طالب. الستي والسياسي ورجل الاعمال، يعني كل الناس المهمين. المهم ما انتهت قصتي لسه. بيوم من الايام وبعد مرور 4 أشهر على هالحادثه، كنت قاعد انا وجماعه بمطعم. استاذ بسام مرحبا. اهلين وسهلين. شو ما عرفتني كمان؟ هو البركه فيك بس. عفوا هلا كلمتين مختصرين، عرفتني ولا ما عرفتني؟ بلا عرفتك ولو. طيب منو انا؟ خلاص خلاص عرفتك، يا اهلين وسهلين يا ميت مرحبا. تفضل تفضل اقعد معنا. ما بقعد حتى تقلي منو انا وين اجتمعنا. اجتمعنا عند المحافظ مو هيك؟ لا مو عند المحافظ، لكن عند وزير الداخليه. وزير الداخليه؟ وشو وصلني انا هالمواصيل؟ لا تاخذني ما عم بتذكر، بس عرفتك. ها بالله قلي وين اجتمعنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أنا مطيع أستاذ شبنا. عفوا مين مطيع؟ لك مطيع تبع أبو ظبي يلي عزمك على العشاء. أيوة 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 صحيح تذكرت. مشان الله مشان الله لا تأخذني. شوف سيد مطيع، قول عني خرفان، قول عني عدمان، قول عني ما عم جمع، كله مقبول منك. بس بصراحة والله ما تذكرتك، ما تذكرتك. مو عشان شوفت حال وتكبر أعوذ بالله، بس يا أخي هيك أنا، هذا اللي صار معي، يعني شو بدي أعمل بحالي سيد مطيع؟ بسيطة أستاذ، تتذكر بتنسى هذا تابع إلك، وأنا ما بحب أتطفل عليك، بس هي من محبتنا أستاذ، عن إذنك. تفضل تفضل، تفضل عود معنا حتى نضيفك شيء. شكرا، لأنه أنا مستعجل كثير. بس لا هيك صارت ثقيلة كثير، معقولة يعني؟ منيح منه ما قوصك. بس كان لازم ترد له عزيمته. ليكو الثاني ليكو، شلون بده يرد له عزيمته؟ الفنان مو المفروض يرد عزايم ولايم المعجبين، والا بيحط الخمير والفطير. مضبوط. ييه لكن بس شاطر يتلقح على سفر هون. عفوا استاذ بسام، انا ما عم بحكي عنك، يعني عم بحكي على الفنانين عموما. ومشان هيك انا قليل ما اقبل عزايم. على كل حال ما خلصت قصتي. ايه لا في شيء تاني لسه؟ ايه ايه في. اسمعي سناء، مرة فتت على الكازية حتى عبي بنزين.
مرحبا سيد مطيع. عفوا مين الاخ؟ ولو انا بسام حمدي. بسام حمدي؟ شو بتشتغل حضرتك؟ ممثل بالتلفزيون. ولو عدم المؤاخذه ما عرفتك. بعدين انا ما بتفرج على التلفزيون بنوب. حلو حلو، طلع من خرجك الزلمه. لا وما نسيها، ضل حاططها بقلبه حتى سنحط له فرصه للانتقام. شو رايكم يا جماعه نشرب الشاي جوا؟ يلا يلا. وانت الثاني يا استاذ بسام، نشط لي ذاكرتك شوي. شوف اذا بدك اوصف لك حبوب لتنشيط الذاكره انا جاهز. اسمع لك، بيقولوا السمك مفيد كثير للذاكره، بقى وينك كتر من اكل السمك. كمان اذا بتاكل صفار بيضتين باليوم بيكون احسن. حلو حلو دكتور. هلا رح تشتغلوا فينا؟ يعني قال انتم ما بتنسوا منوب. يا سيدي انا بتحداك، وعندي ذاكره مثل الحديد. طيب انا رح امتحن هلا ذاكرتك بشكل عملي وفعلي، شو رايك؟ تفضل. تفضلوا تفضلوا لكم، تفضلوا هلا بتشوفوا بعينكم. حطيت غراض فوق الصينية ورح خليك تتأملها نص دقيقة أو يا سيدي قد ما بدك، وبعدين رح غطي هالموجودات ورح أسألك عنهن، شو رأيك؟ عظيم كتير، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. بس لا عن جد حطيت غراض كتير. يا ستي ما بتفرق معي، أصلاً هي ما لها علاقة بالذاكرة، هي لها علاقة بقوة الملاحظة. إيه كله بينفذ على بعضه. شو قلت؟ جاهز؟ لحظة شوي. يا سيدي جاهز. ماشي الحال. ورجينا ذاكرتك. ايه سيدي، شو كان موجود على الصينية؟ يا سيدي فنجان قهوة، قداحتين، كبريت، مقص، قلم، كركر خيطان، ساعة، حمالة مفاتيح، شريط كاسيت، علبتين دواء، مسبحة، وبايب. هدول هن. مالك منقص شي؟ تذكر. ابدا ماني منقص شي، هدول هن. لا منقص. معجون حلاقة، ظرف، كزلوك، وخاتم. لسه في شغلة يا توفيق، اتذكرها منيح احسن ما تعملنا مشكلة المساء. وليش المشكلة بقى؟ هلا أنت بدك تنام بالبيت ولا ما بدك تنام؟ ليش شو نسيت؟ يي ما بتعرف شو نسيت؟ لا والله. يا سيدي نسيت صورة مرتك. لك هي نسوة تنتسى يا توفيق، لك الله يصلحك ويعفو عنك ويعينك على هالليلة. هلا جايين تتشاطروا علي؟ ليش أنت حضرتك ما نسيت تقبض المعاشات للعمال بدرعا؟ ليش شو قصة المعاشات؟ هذا يا ستي عنا مشروع هندسي عمراني بدرعا، وبآخر كل شهر بطلع بقبض العمال رواتبهم. المهم طلعت مشوار لهنيك بهالشوب والعفار والغبار وساعتين بهالسيارة والدنيا رمضان، ولما وصلت لهنيك دورت على الشنتاي اللي فيها المصاري ما لقيتها. لك مو تاريني نسيانة بالشام. يا حبيبي يا حبيبي بلا متعهد. شفت؟ إلا ما الواحد ينسى. صحيح أنا نسيت المعاشات بس ما نسيت صورة مرتي. إيه والله ما بنسى صورتك يا نورة، لو قطعوني شقف صورتك محفورة هون بقلبي. لك مكولك العم بقلبك. شو مكولك؟ لك منين بتجيب هالحكي؟ يا ريتني اعرف احكي مع وزارة الداخلية مثلك. ليش انت بس الحكي ما بتعرفه؟ لا تتكركروا وتتصلوا، انا ذاكرتي بتضل مشرقة ومثل الحديد. اسمعوا القصة. لا تخبص توفيق. انا عم اخبص. مرتك اللي عم تحكي مو نحن؟ ايوه. هذا يا سيدي مرة كنت انا ورفينا عبدو الجحش قاعدين بجنينة وعم نقرقر. سمعاني؟ هربان من مرته وقاعد بجنينة؟ لا مو هربان من مرته، بس انا كنت عم عزل، قلت له روح غيب عن وشي شي ساعة زمان ورجع
مهم قعدنا نحكي مع بعضنا شروي غروي، ومثل ما بتعرفوا عبده بخيل كتير، يعني بينفخ على ربع ليرة بيساوي 100 ليرة، والأهم من هيك ما بيعرفني شو بشتغل، لأنه ما شفنا بعضنا أكثر من 20 سنة. لك شي بملل يا عبدو، شي بملل. قال شو؟ مرتي اليوم بدها تعزل، مشان هيك قلعتني برات البيت. بس شي صاير معي؟ عزم نسوان الحارة مرتي بدها تغديهم عنا بالبيت، قالت لي روح دبر حالك برا. يعني بنتغدى سوا اليوم؟ ايه ما في مانع نتغدى سوا، بس بكير لسه. اوه 12 ونص لسه. طيب مين بده يعزم الثاني؟ انا ولا انت؟ ما بتفرق. ليش حبيبي ما بتفرق؟ شو يعني؟ يعني شو رايك نتراهن على شغله، واللي ما بيحزرها بيعزم الثاني، مو مشان شي عبدو، مشان نتسلى ونقطع وقت. ما فيها شي. على شو بدك نتراهن؟ والله ما بعرف. على شو بدنا نتراهن يا توفيق؟ على شو بدنا نتراهن؟ على شو؟ عبدو، شايف المرة اللي قاعدة هنيك يلي ماسكة بإيدها كتاب وعم تقرا فيه؟ ايه شبهها. شو رأيك نتراهن كم سن في بيتمها؟ هلا ما لقيت غير هالرهان هاد. ولك أخي عم نتسلى، ما فيها شيء. طيب فرض أنا قلت رقم وأنت قلت رقم، شو بيعرفنا بعدد أسنانها الحقيقي؟ بسيطة، نسألها. وعلى فرض أنا ما عرفت وأنت ما عرفت، بيبطل الرهن وكل واحد بيتغدى على حسابه. ايوه. طيب الاسنان الصناعيه تدخل بالرهان؟ طبعا لا. ايه قبلت. قديش بتقول عدد اسنانا؟ لحظه استنى علي لحظه. هيك بدك كان يقول خبط لزق؟ ما بدنا نفكر شوي؟ لا لا لا، خذ راحتك، فكر على مزاجك ومعك 5 دقائق. ماشي. إذا قلنا الرجال بالأربعين بيكون عدد أسنانه 26 تقريباً، ما هيك؟ إيه إيوه، إلا ما يكون لأنه خالى له شي سن سنين. طيب إذا كان عمره 35 سنة بجوز يكون عدد أسنانه 29. طيب 6 بحيطان 30 قديش بيكون عدد أسنانه؟ عفواً يا أهلين. عفواً، بدي أسألك دخيلك، بتعرف لي هون شي دكتور أسنان قريب وشاطر يكون؟ لأنه أنا أسناني عم يوجعوني لحجن من وجع أسناني يا رجل. والله ما بعرف، أنا مو من هالحارة. لا 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 لا، أنا بتعرف أني قالع شي 20 سن، مو صفيان بتمي ولا سن. يمكن في كم سن بلا؟ أنت كم سن في بتمك؟ ما عديتهم السنة الماضية، لعد سنين. ورجيني ورجيني، بالله افتح تمك، افتح. روح عنا. والله افتح تمك. شو مجنون انت؟ مو ناقصنا غير مجانين. إذا قلنا المخلوقة خالعت لها شي سنين ثلاثة من تمها، 4، شو على كل ما بتفرق، شي بيحير يا رجل، شي بيحير. طيب ممكن نتساهل مع بعضنا بشي سنين ثلاثة؟ لا لا أبدا، لازم تذكر الرقم المضبوط. وأنت الثاني. ولك عبدو انا جعت. ها طيب ماشي الحال يا سيدي، عدد اسنانها بيتمها 25 سن. غلط، خسرت الرهن. انت قديش بتقول؟ انا بقول 28 سن. بالله شو عرفها؟ نسأنا. تفضل. عفوا يا مدام للازعاج، ممكن نعرف كم سن في بيتمك؟ ليش لهلا ما عرفت عددهم؟ وحضرتك دكتور اسناني من 15 سنة. شكرا لك مدام. ايه سيدي، قلي لشوف مين كسب الرهن؟ وين بتحب تغديني؟ وين بحب غديك؟ ايه مو على عيني وراسي، بس قلي بالاول كم سن في بتمك انت؟ 29. ايه انا عندي طريقه تهر لك 4 5 سنان، انت عم تضحك وتلعب. الله لا يوفقك. فعلا انك مالك قليل يا دكتور توفيق. بقى شو رايكم بهالقصه؟ هلا هيك تتولدن بس تروح على جنينه؟ يعني هلا هذا اللي فهمتي من القصه؟ ايش شو بدها تفهم لكان؟
يلي قصدته ان ذاكرتي حديد. بس انت دكتور اسنان هالمخلوقة. واذا كان يعني ضروري احفظ عدد اسنان كل مريض. ما عجبتني قصتك يا دكتور توفيق. اوف ليش بقى؟ لانه فيها مسخرة على عبد الجحش. هذا المسكين بدون دف بيرقص من وقت كنا بالمدرسة سوا. لا لا تقبضوها جد انتو التانيات، اعتبروها مزحة. بعدين انت ابو ذاكرة المعية ما نسيت بنتك الصغيرة بالكازية؟ نسي بنته؟ ايه يعني بس هي القصة من زمان. ولو كان هو زكاة من زمان يعني. ليش شو قصة الكازية؟ هذا يا ستي كنا راجعين من صيدنايا من مطعم التلال، فضي بنزين السيارة وقفت لعبيها، قامت نزلت راما من السيارة وفاتت على التواليت لتغسل ايديها. انا حاسبت العامل وركبت بالسيارة ومشيت، وبنص الطريق اطلعت بالمراية ما شفت بالمقعد اللي وراني الا ابني فادي. سألت مرتي وين راما؟ قال ما بعرف. وهذا شو؟ كنا رح نوصل على الشام، يعني وصلنا لساحة العباسيين. فوراً عرفت إنه البنت نسيانينا بالكازية، ورجعت برجوع وقلبي عم يدق ويهب هبات وهبات. إيه أنت ولا أنا؟ ولقيتوا البنت؟ لقيناها واقفة قدام الكازية وعم تبكي، والدنيا رح تصير نص ليل. يا علي أنا، إلى موت ما بنساها هالقصة. ليش أنت وين كنتي وقت نسيتوها؟ أنا كنت نايمة بالسيارة وما حسيت على شيء. بس كل الحق على أبوها، دائماً بينسى وكأنه اختيار عمره 90 سنة. هلأ أنا هيك يا نورة؟ الله يسامحك. على سيرة النسيان، في عنا بواب بالعمارة اسمه أبو راتب، درويش كتير. مرة وقفت أنا وياه على باب العمارة وحكالي قصة ضحكتني كتير وزعلتني كتير، ما بنساها طول عمري. يا أستاذ، أنا من وقت ما كنت صغير محروم من شغلات كتيرة. نشأت يتيم الأب وربيت عند عمي جوز أمي، والله يسامح هالعم، يعني كان يدلل اولاده كثير ويهملني. يعني ما بوعى مره واحده انه اشترى لي لعبه او بسكليته او بلبل خشب او شويه دحل مثل ما كانوا الاولاد بهذاك الوقت يلعبوا. وكان ياخذني مع اولاده عجنينه ويركبهم بالدويخه وانا عيوني عم تطلع، وبعمره ما ركبني بالدويخه حتى صار ركب الدويخه حسره بقلبي. وكان يوقفني بالجنينه ويقول لي عينك على عربايه الاولاد لتقوم تنسري، او يقول لي خليك واقف هون جنب غراض الاولاد، وهو نفسه كان يركب بالدويخه وانا الطفل اللي بيشتهي كل شيء ضل واقف عم شوف بعيوني واتحسر بقلبي. بالمختصر يعني كان جبار كثير الله يرحمه. الحاصله راحت ايام اجت ايام، وباعتبار كبرت بالعمر وما تعلمت، فشاءت الصدف اني اتوظف حارس مدينه ملاهي. ومعلومك مدينه الملاهي فيها دويخات، مرجحات، قلابات، طيارات، يعني الى اخره. وكانت الناس بالصيف تزور مدينه الملاهي وتعجق عجق، أما بالشتاء يا أستاذ فكانوا أصحابها يسكروها لأنه ما في موسم. وضل أنا حارس لهالمدينة ونام بغرفة صغيرة فيها، وبليلة من ليالي الشتوية والدنيا برد وناسوفي، مدري شلون خطر لي أطلع وأركب الدويخة. إيه بعد العمر قلت لحالي يا ولد ما في حدا شايفك، المدينة فاضية، بقى ليش لحتى ما تركب الدويخة؟ لأنه على ما يظهر ضلت حسرة بقلبي من أنا وصغير، يعني من 50-55 سنة. لا وكنت شوف الناس عم تشهق وتضحك والدويخة طايرة فيهم طيران، فحبيت جرب هالشعور يلي ما جربته بعمري. الملخص فتت على غرفة الموتورات كبست الزر، وقبل ما يشتد دوران الدويخة نطيت وركبت بعرباية من عربياتها. وي شوي بلشت الدويخة ترتفع وقلبي يهب هبات سعيدة، هبات حلوة، اشهق من سعادتي، والهواء البارد عم ينعش لي صمصيم قلبي من جوا. حسيت حالي طفل عمره 5 سنين وطاير بين الغيم الأبيض، وبكيت ليش ما بعرف،
يمكن من فرحي لأنه حلمي المكبوت تحقق أخيرا. بعدين صرت أضحك، انبسطت كثير كثير. تمنيت لو أمي الله يرحمها شافتني من هالمنظر، كانت فرحتني كثير. طول بالك عمي أبو راتب. بلا طول سيرة، قضيت لحظات كثير حلوة ما بنساها بعمري. بعدين راحت السكرة وإجت الفكرة، شلون بدي أنزل؟ مين بدي يوقف الدويخة؟ ومضت ساعة ساعتين ثلاثة وجعني راسي، قلبت معدتي، الدويخة عم تفتل. صرخت، عيطت، ما في مجال حدا يسمعني. الدنيا شتها، ناس ببيوتها، صارت الدنيا ليل، دويخة عالية يعني مترين ثلاثة بكل سهولة، والملاهي بعيدة عن البيوت، مضطرفة كتير، ما في لها بوب ولا دابوب. بتصدق بالله يا أستاذ خليل، ضليت لتاني يوم الصبح وأنا على هالحالة. معقول؟ ما بزل عليك. بعدين خفت موت بهالشتوية، لا وبلشت المطر تنزل وترخ وتنزل حبال. أنا من حلاوة الروح مدري شلون هيك زتيت حالي على الأرض، وقعت، انكسروا رجلي تنتين، وإجا وشي طب على الأرض وتهشم تهشيم بهداك الوقت، بس طلعت من قلب الموت. كل هالشي لأنك نسيت إن الدويخة بدو مين يوقفها بعد إقلاعها؟ نعم، من فرحتي نسيت، تنذكر ما تنعاد. صحيح تحقق معي الحلم، بس بعد فوات الأوان ودفعت حقه غالي كتير. لا هيك زعلتنا، هذا اللي صار. صحيح القصة بتضحك، بس يا حرام محزنة كتير. هذا حتى تشوفوا انه النسيان احيانا نعمة واحيانا نقمة. يلا يا سلاء طن جرسنا. وين شباب وين رايحين؟ يا سيدي شكرا على السهرة اللطيفة، والجمعة الجاية سهرة عند ابو رامة باذن الله. مع عيونكم. شبك تنشطت؟ في اخرة لانه. لا اذا في اخرة لنقعد لك. ريحة شو؟ كأنه شي عم يحترق. فعلا يا جماعة في ريحة قوية كتير، ليكون في شي ماس كهرباء. قولي على قامتي إن شاء الله. خير؟ شو بكي؟ نسيت الكنافة بالفرن، أكيد احترقت.